السيد الأمين القائم مقام نقيب نقابة المحامين بمصر، رئيس في تمثيلي رئيس الاتحاد المحامين العرب، سادة أعضاء المجلس الموقر لنقابة المحامين بمصر، سيدة المحترمة فاطمة عضو مجلس نقابة المحامين بمصر، بعد وقت غاب عنا نقيبنا في حياته نقيب رجاء عطية رحمة الله عليه. قبل أن ينتقل إلى جوار ربه، صرح وقال بأنه مع الشرعية، مع الشرعية الحقيقية لاتحاد المحامين العرب، لكن بعد تبادلنا للرسائل الودية والمحبة بين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب والمرحوم رجاء عطية، فإذا به انتقل إلى رحمة الله. فلأول مرة بعد وفاته نجتمع في هذه الجلسة المباركة ونستحضر روحه الطاهرة، فبهذه المناسبة نقف لقراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد رجاء عطية العالم، فضيلة العالم رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وارضى لنا امين. رحمه الله، تغمده برحمته الواسعة واسكنه وسيع جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين. واليوم يحضر لدينا الممثل القائم مقام نقيب لأكبر نقابة عربية بتاريخها ونضالها ومجدها، يحضر لدينا في هذه الجلسة المباركة رفقة أعضاء المبجلين لمجلس نقابة المحامين بمصر. مرحبا بكم، فأهلا وسهلا بكم. ومكتب الأمين العام ومكتبكم، وبتواجدنا في هذه الجلسة المباركة يتواجد معنا نقيب سابق للأردن، هو نقيب أرشيدات مزين أرشيدات، فمرحبا به في هذه الجلسة المباركة التي نستحضر فيها علاقات الود والمحبة والإخلاص التي تجمع المحامين بصفة عامة، والتي تجمع أمانة الاتحاد، أمانة اتحاد المحامين العرب بسائر المحامين، وبصفة خاصة المحامين بهذه الدولة العريقة الكنانة. الكنانة هم العروبة، مصر العربية مصر العروبة. فأهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم لتجديد اللقاء معكم، وننطلق معكم وبإذن الله مع سيادة القائم الممثل ومعكم كذلك لخدمة مهنة المحاماة ولرفع راية الاتحاد خفاقة إلى الأمام إن شاء الله، خدمة للمهنة المحاماة وخدمة لعروبتنا وقوميتنا العربية في كل مكان. فأهلا بكم ومرحبا بكم، ونتمنى إن شاء الله أن ننهي هذا اللقاء الحميمي الودي بتعانق حار وبعناق حار نحو الأمام، خدمة لمهنة المحاماة والوطن العربي إن شاء الله.
شكرا لكم.